أمل سفياني ابنة جدة تتفوق على أقرانها الأمريكيين، تحمل رسالتين في الماجستير وتحضر للدكتوراه في بحث في الأحياء الجزئية في جامعة جون هوبكنز. حصلت على جائزة أفضل بحث في الكيمياء الحيوية من جامعة جورجتاون بعد أن نجحت بالتوصل إلى وسيلة تشخيصية تغني عن الحاجة إلى الخزعة المؤلمة لمرض الفشل الكلوي، حيث فصلت الإكزوسومات من خلال سوائل الجسم. تجربتها شخصية حيث تأثرت برحلة والدها المصاب بالمرض والذي أدى إلى وفاته. والدي كان له دور محوري كبير في حياتي، في وجودي هنا، في دعمي، حتى يعني دعم مادي، دعم معنوي، يعني دفعي باتجاه اللي أنا فيه. إذا ههدي نجاح الأحد ههدي طبعا للإنسانية أولا، ههدي لوالدي ولوالدتي لأسرتي. أتمنى أنه الأهالي، الآباء خصوصا الآباء اللي في مناطق لا تزال محافظة بالمملكة وعندهم صعوبة أنه البنت تطلع، أتمنى أنه الآباء يتخذوا موقف ويكونوا آباء داعمين لبناتهم، يساهموا في حركة التغيير، ما يكونوا قوة ساحبة للخلف، يكونوا قوة دافعة للأمام. البحث لا يزال في طور البداية، لكن أمل تتسلح بعزيمة غير معهودة وتتحدث عن مشاركة حقيقية للمرأة السعودية في كافة المجالات. المرأة السعودية هي امرأة زي أي امرأة في العالم كإنسانة. حطي لنفسك هدف، آمني بقدرتك على تحقيق هذا الهدف، وقاتلي لأجل هذا الهدف، أو قاتل لأجل هذا الهدف، آمن بذاتك. مشكلتنا إحنا عندنا قلة في تقدير ذاتنا، هذه المشكلة بلاحظها في كثير من شبابنا ونساءنا ورجالنا، ما في اعتزاز بالذات، ما في شعور بأنه أنا قادر على تحقيق شيء. اللي من جد حسيته لما جيت واشتغلت مع الناس، يعني أنا بشتغل مع واحد مثلا بشوفه هو حصل مثلا على نوبل برايز مثلا، بس إنسان عادي يعني زي وواقف وبيتكلم وبيضحك زيه. وباعتراف العاملين معها، فإن أمل هي نموذج للطالب المبتعث الذي يستغل كل فرصة متاحة أمامه. Amal was a very good student. It was a pleasure to have her in class. I had her for a semester. And I've had the fortunate experience of having several women from Saudi Arabia. والطريق لا يزال طويل أمام تكملة البحث، لكن أمل تبدو متأكدة من النجاح، متشجعة بدعم من عائلتها وبثقة بالنفس. نادية البلبيسي لصباح الخير يا عرب، واشنطن.